المعلومات بشكل آلي وتتحدد مواقع كافيات إضافة إلى وجود نقل حي من الطائرة إلى مركز الحاسب الإلكتروني اللي موجود في المعسكر حتى تكون عندنا صورة لمحرك نظام الكهرباء أصلاً الحاوية اللي جوا أنا مصمم تحت الأرضات في الميراج وهذه المعدات أصلاً موجودة في مركز حاسب الإلكتروني للكهرباء الجوي ووضعناها في طاقة اليوش بيوت وتوجيه الاستجابة للجهاز لهدف أن يكون عندنا وقت أكثر للاستطلاع أيضاً نقوم بعمل استطلاع أكثر. أيضاً استفادة من الطائرة والارتباط قسم أن ترتيب البرامج كلها ممكن تكون في الجو تعديل كلها من الميراج غير ممكن فهنا يعطينا أشبه لحظياً ينزل ومثل وقت يقدر يصدر الأوامر أيضاً بموجب اللي يجي من هذا البحر فتصير كأنه مقر سيدي مسيطر ويشوف ويعدل بموجب هذا لهذا السنة قلنا هذه الطائرة طائرة هذا سيدي الواجب الثاني الثاني من أن يكشف بالتجربة اللي سويناها إلى حد 150 إلى 200 كيلومتر من موقع الطائرة وإلى الجانب. يعني تستلمون الطائرة على سيدي نستلم سيدي نكشفها حتى لو كانت في مستوى هي هاي سيدي هاي رئيسية هي هاي المعضلة الكبيرة خصوصا سيدي اتجاه العدو الإيراني هو عند التضاريس يعني نكشف كل رادارات العدو نشوف طائرات كلها نتصنف عليها كلها ونصوره أيضا بالطائرة تكون واجباتنا مستقرة مو طائرة سيدي فقط نقويها للاستطلاع وطائرة مثلا للتصنط لا احنا نستفاد منها فكرة صعبة سيدي تقريبا نقول نتداول بالمعلومات وين تجي حتى على هذه الطائرة ممكن تكون طائرة أخرى تجي تكون بشكل أخرى ليس بالإيجز روسيا جهاز رادار ليبث قدرة جدا عالية وأكو تصنط لإشارات جدا صغيرة يعني العملية كلها صعبة إحنا أخذنا إجراء التصنط والله وفقنا جد محترم جدا بحيث مصر سيدي هذه غرفة راحة وتلفزيون خاصة كما يقول جمهور الطيران هواية يسمعون بغداد وفيديو يعني التصميم الصار هو كل هاي الأجهزة والكونكشنات والتعليقات في تعليق وهذا سيدي فوائد موجودة بالرادار اللي تلزم كان في وقت بسيط كل هذا عبارة عن رصيص الشغلة برغم من كل الحماس وكل الوعي الموجودة بس مخيفة حقق الأمور العلمية بالمستوى الأوروبي بعد ما يجي يعمل الواقع هذه سيدي المادة تشوف السوداء اللي مغطي المناطق ومن جوا مادة عازلة للرادار حوالي 1/1000 من الإشارات ومن التصاميم الأساسية اللي نحن في تداخل في أجهزة الطائرات وأيضا نفضل إلى الكشف الرادارية هذا ردم اللي هو القبة الرادارية مصنع له صواري قام جنوب يعني شغلة زي مثل هاي الويف جايدات كل هالجماعة صلحوها هذه التعليقات كلها هذه يعني سيدي قسم منها سيادة حتى من الضرورة من الصورة هي المعادلة الرئيسية
ركبنا حتى فهذه ما تنطي دقة التمييز الفوتوغرافي اللي هي حوالي متر أو أقل تنطي كذا متر بس كذا متر أيضا يصور لامس الليل الخير الليل بالأجواء وتوقع عليك حتما عندكم طموح وعمل وين كانت هذه الفرقات يعني الناسين في الوقت هي مركبة على أفضل أصلاً في الوقت أحسن قرار من الحكومة الفرنسية بمنع تعاقد الجامعة الفرنسية الجامعة الأمريكية على التكنولوجيا وحاولنا سوى في مشروع فهذا المختبر أعلى الفالكون وتعشيقها ويا الأجهزة بحيث الطيارة تنفذ الواجب وكأنه هي بتنفذ العمل كل شيء تطور العمل حوالي وهذا هو اسبوع سيد القاعدة العلمية مطعم متيسر بس التطبيق بالتنفيذ عمليات أي تطور في سحب العدسات فيها القيادة لا سيد القطاع ما أنت بعيد عن القطاع الجوي شيء طبيعي التصوير هذا في ذاك المنطقة العالية راح يصير ظل ما يسمى ظل الرادار بس المحليات مشتري ولا مصنع بس احنا هذا اسرائيل طبعا اسرائيل عندها انا حسب المعلومات اذا اعتقدتها انا سيدي كان هو اسمع سيدي كان اكو طلب من البوليس والروسيا تتم مكافحه الاتحاد السوفيتي لان يحمل طائرات شرقيه صواريخ جو بحر لمعالجه الناقلات وغيره صارت بها رسالة وجاب حقا المواجهة عليها وتمحل وصارت فيها عن مكافة الشمال فيها رادار صاعد للجزئي بحيث يمكن تشوف الطائرة يعني مثل طارت الطيارة كل العام طاير طارت طيارة وطلعت حتى الطيارة القاسي بالفحص ما هي فحص كلش على منظومه على باتري نووي فهذا بالجو يعرف اكو حراره ينزل يفحص يلقاها فيمشي سيدي هذا في عائله هذا اللي حاسب بالكوري
حاسب الكتروني يقارن الصورة الحرارية السابقة واللاحقة الموجبة يعرف صار تغيير بالمنطقة فرح نحصل تسوي نفس انت تشوف المطارة ساعة بس الحد سيدي طائرة مسيرة المراقبة الميدانية اشتروا يا جماعة بإسلام ها سيدي النموذج الثالث أول مرة مع بعد ما كاسمين تصميم هو بس فيه مع الأسف وقف على محرك تصديرا من برمانيا صار في إشكال كان قدام طائرة حق الحرب إسرائيليين بارعين هسه اليوم طرد عليهم الاتصال قالوا لهم سفارة الاتصال على الرادارات قاطعوها وصلوا يعني هسه هذا المشاغلة طبعا نعم سيدي يوقفوها 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 صار لازم طيارين يضربون على قدرة التمييز يعني قبور مقدوم لا تزال تقول سيدي العدو الصهيوني قبل عدة سنوات كان يستخدم منظومة ديكوي لإشباع منظومات الدفاع الجوي المعادية إليه يعلق مثل هذني بحدود 16 طائرة صغيرة بها أجهزة إلكترونية أو بدونها بها عدسات يطلقها من المقاتلة وهو يخرق الدفاع الجوي المعادي فشو تصير الصواريخ تنطلق عليه المدفعية تنطلق عليه فالشبات تدخل وراها أو جزء هو يدخل وراها يعني يستخدم كل أساليب التمويه بطيارات حقيقية وبها سرعة لفترة حوالي 30 كيلو 20 كيلو المنطقة جهاز هاي صارت كل طموحة ممكنة باشروا الإخوان بها وسووا هذه وعلى أساس أيضا يشيلها في الميراج 8 إلى 16 وحدة شاكلوا الميراج أيضا الآن إحنا مرحلة الركوب على البي سي 7 بسرعة مالها يعني مو تنزل مثل القنبلة يعني هي هاي الفكرة الأساسية مالها تظل سيدي هو الغاية حتى ندرب جماعتنا عليها وإحنا نستعين كل بيت برغم يعني صعوبته هو موضوع سلاح ليزر لإعمال المشاكل والأجهزة الكهرباء البصرية اللي استخدمها العدو في مسافة يعني مثل كيلومترين أو حوالي حافة المعركة فباب يتعرفون على فكرة منظومة سلاح ليزر ضد المشال ويدرسون شنو معاطله في الوقت اللي نشتري الأجهزة الميدانية الممكن فإحنا الآن فعلا مركبين من جهة ثانية مرسلة ليزر ومضخم ليزر وأجهزة سيطرة عليه ومرايا اثنين سيدي ونوجه شلون نوجه البث تقريبا فهي ليست يعني أصابع ايوه هذا اهتمام بهذا اذا نجحنا فيه نبدي ب 400 متر سيدي وبعدين كيلومتر وبعدين كيلومترين حتى سيدي نتحسس المنظومه هو ابسط ابسط درجه لا هو العمل الطرف ابسط يعني يريد بس السفر الاداري احنا سيدي هم عندنا فريق اخر مجموعه اخرى يشتغلون هم عندهم سيدي كان مطروح في بعض الاستشارات العالمية أنه يعني ملي كان استخدام الموجات تحت السمعية لرصد سمكيات المسافة الحاشية فسوينا تجارب مكثفة ونجحنا مؤخرا أنه نقدر من الصوت مال المحرك مال الحركة الدورية السمكية نحط متحسسات مثل هنا نرصد السمكية على ما لا يقل عن 10 كيلومتر تتم 20 قريبا تصير ونعرف كل طيارة فيها ليش نبضة معينة في عدراسها أو هاي الأرض حاليا النجاح ما نعش كده بس كل شيء واضح الأفق كمان ال 15 و20 وصلنا 20 سيدي ونسوي اوتوماتيك اكثر يعني ما تبادل الوحيد هذا الموجة الصوتية ولازم الموقع يعني ما بيستعدين ضعيف اللي قدام الموقع تسلل السمك سيدي السيد مجرد جهاز وجه انه يعني لازم ندخل موضوع يعني القنابل والصواريخ
قبل يعني فترة، فصار تصور أنه نستخدم نفس طلقة الطيار لنقطة محددة لهدف محدد أرضي أو بحري خاص أرضي. فمن يتقرب على بعد 10 كيلومترات الرادار يتزايد يفتح هذا الرادار، تحاول تنزل تشتغل تنقل الصورة لطيار الميراج عفوا، يشوف الصورة يوجه الصاروخ على هدف بشكل من مسافة 30 كيلومتر. شوية حكينا بحصى إن شاء الله أيضا نعتبر كلش حصير على مسافة نفس صاروخ الإكزوزيل اللي استخدمه دائما. سيد المخططات مو موجودة تفصيلية لهيجي عملية إن شاء الله. سيري من الأمور يسوون سيدي قدرنا نرمي عليه 12.7 ملم لمدى 50 متر ولم تخرق الأرض. وهاي النتائج موجودة طبعا، يخرق الدرع ونبدل هاي الوصل تتبدل. سيدي حتى المزاغل مال عجلة القتال سيدي فكرة هي أكو عدة مواد. وين الدكتور؟ ما له حل. والصج هنا سيدي الطلقة تتكسر نتيجة سرعتها. واحد صورها بسيطة سيدي كلش بحسابات علمية. هاي الطلقة الغطاء مالها ينشرح سيدي الأخطية مالها وهي تتكسر نتيجة استخدامها. إن شاء الله كل النافلة دائما يصير التقدم ضد الفحص. حتى سيدي رمينا 120 سيدي، حتى الاخوان بالفحص قالوا تفحصوا على 120 فحصوها بال 82 ما معقول 120. صار التحدي ان ما نفحصها بال 60 ولا 82 نفحصها لازم 120. فعلى بعد 5 امتار وعده طلائف هاي جديده سيدي. هاي جديده سيدي فعلا نقله. سيدي ضمن الوزن سيدي ضمن الوزن المسموع ضمن الحموله. هاي سيدي سيدي خفيفه لاحظ سيادتك لانه هذا سيدي سكت بعد ما لا 106 ولا 40 تمام سيدي نمشي بالكباب شوي اوقف. هذه سيدي هاي محاور هاي العوامه المشرفه تجي الواز من ذاك تصعد تتحشف عليها المحاور اللي يدش في سيارتك ونفس الشايب يشغل السيارة تبدي المحاور تدورها وتمشي إلى حد يعودها بعد ما دورها والموديل الثاني ينحط محرك بدل من السيارة لنقل يعني جرى بس بعد به اشكالات الدوامات ايضا دلسها للحسينة الوقت مال صعود السيارة وتثبيت الامور في 40 دقيقة الاسرة سيدي. هذا نعتبره مبخرة للكفابة. الدلع متعدد الطبقات مطلع على الطبيعة عن صنع الطباقي كل هذا سيدي. هذا الأخطار العلمية ما لها موجودة بس نوع المواد شن هي تفاصيلها طبعا لا تفاصيل الجماعة يشتغلوا بها أيضا دلع متعدد الطبقات.